قبل ما نتكلم عن القطاع، سمعت في التقرير كابتن محمد اسماعيل ابتدى في اسكو، بعد كده في النجم اللبناني، ما شاء الله 3 سنين افضل لاعب في الدوري اللبناني، بعد كده بيتك بقى انبي. والله يعني هي البدايه طبعا كنت انا من ناشئين اسكو من الصغر يعني، ولعبت دوري ممتاز وانا سن صغيره جدا، وكان كباتن بقى احمد ابو رحاب، كابتن حمدي نوح، الناس الكبيره عطيه شحاته، ياسر محمدي، حسين السيد، مجموعه كبيره جدا، جيل كان جيل فعلا قوي، كان حاجه مميزه يعني. وبعد كده احترفت، رحت نادي تضامن بيروت، كان كابتن احمد ابو رحاب مدير فني وخدني معاه. فالسنه الاولانيه لعبت النادي اسمه تضامن بيروت، كان فضل في الدوري تقريبا فرق بونت. الموسم اللي لعبناه لعبنا ماتش فيصل على بطوله الدوري العام ضد فرقه الانصار، هناك جماهير النجمه هي اكبر جماهير في لبنان اعتقد يعني. جماهير كتيره وغفيره جدا، عامله زي النادي الاهلي هنا، بيفكروني على طول بالنادي الاهلي. ما هو الدرب هناك النجمه والانصار، النجمه والانصار، هم هناك حتى هم النجميه وكلهم هتلاقيهم اهلاويه. يعني هم اغلبيتهم هتلاقيهم اهلاويه. فكانوا ابتدوا يكلموني عشان اروح العب في النجمه وكده، فقلت لهم ان شاء الله. فنزلت كابتن عصام بهيج في التوقيت ده، اتفقوا نادي النجمه اتفق مع كابتن عصام بهيج ان هو يبقى المدير الفني، الله يرحمه كابتن عصام بهيج يعني، الله يرحمه، ان هو يبقى المدير الفني. فلقيته بيكلمني في التليفون، قال لي انا مسكت الفرقه ولازم تبقى معايا. المهم قلت له ماشي اوكي. ابتدينا، كان ساعتها بقى جاب هو من نادي الزمالك كابتن طارق يحيى وكابتن حمد عبد اللطيف وكان في لعيب اسمه اشرف الموجي من المنصوره. رحنا عملنا مواسم رائعه، انا كملت، انا قعدت اكتر واحد تقريبا. الناس هناك بيحبوا مصر، دي حاجه بيحبوا المصريين قوي، انا اندمجت قوي معاهم، قعدت استمريت حوالي 5 مواسم في لبنان، ودي مده كبيره جدا. ويمكن انا اللعيب الوحيد وانا راجع كتبوني اقرار في الاتحاد اللبناني ان انا لو رجعت ما ينفعش العب على النجم اللبناني. هو طبعا بس يعني من حبهم هم الناس، فعلا الناس محترمه. وكانت كابتن زيزو وعبد الرزاق شاف لعب برضه هناك، لعب هناك، هو اكتر حد مشهور هناك كان الكابتن محسن صالح. محسن صالح النجم. طبعا هناك كان عشان ده حقه يعني. حتى انا قبل ما سافرت كنت في معسكر هو جاي سلم عليهم، اتكلمنا شويه، ومن الناس اللي بيعشقوه هناك كابتن محسن صالح يعني. بعد العوده من النجم اللبناني، انا كنت طبعا موظف في شركه امبي وسبتهم ورحت خدت اجازه ورجعت. فرجعت اصروا ان انا العب انديه، كان هم بقى نشأوا كنادي، انا كنت بنلعب شركات. اصروا ان انا لازم اكمل، فرجعت كان عندي تقريبا 31 سنه وشويه. لعبت بقى لغايه 38 سنه، لغايه ما الفرقه صعدت الدوري الممتاز. خلاص بقى كان كفايه كده يعني. ندي الجيل اللي جاي بقى كان خلاص الواحد جاله حاله تشبع يعني.